بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات بيان مونجي سي لا بون فورم، يعني الأكل الجيد إنه الصحة الجيدة أو اللياقة الجيدة. Pour être en pleine forme، عشان تكون في كامل اللياقة، il faut bien manger، يجب أن تأكل جيدا. C'est-à-dire، هذا يعني، ده معناه يعني. Il faut prendre 3 ou 4 repas équilibrés، يجب أن تتناول 3 أو 4 وجبات متوازنة. C'est quoi un repas équilibré؟ ما هي الوجبة المتوازنة؟ C'est le repas qui comprend du légumes، إنها الوجبة التي تحتوي على خضروات، pour les vitamines، للفيتامينات، et de viande، ولحوم، أو دي بواسون أو سمك، بوغ لي بروتين للبروتينات. لي فيتامين أو الفيتامينات سون نيسيسير، ضرورية، بور إتر أن بون سونتي، عشان نكون في صحة جيدة. إل سي تروف، هي توجد، دون دي ديفيرونت أليمون، في أغذية مختلفة. فريز الفراولة، ليزو البيضة، ليليجيم الخضار الأخضر، الخضروات الخضراء، فيتامين ألف طبعا، لافيوند اللحمة، سريال النشويات، للي اللبن، ده فيتامين بي طبعا، لورانج البرتقال، لسلاد والسلطة، فيتامين سي. بوري ترامبون سنتي، عشان تكون في صحة جيدة، إلفو أو il ne faut pas manger beaucoup، لا يجب أن تأكل كثيرا، entre les repas، بين الوجبات. Et il faut manger à des heures régulières، يجب أن تأكل في ساعات ريجولير محددة. Le petit déjeuner الفطار 6 الساعة 7، le déjeuner à midi، والغداء طبعا الساعة 12، le goûter والوجبة الخفيفة 17 الساعة 5، le dîner 20 والعشاء في الساعة 8. Si vous avez faim، لو شعرتم بالجوع، entre le repas vous pouvez manger un fruit، ممكن تاخذ فاكهة. Ne buvez pas trop de soda، لا تشرب كثيرا من الصودا. هذه الوثيقة تقدم وصفة للطبخ، إيميل بين الأصدقاء، بحث أو تحقيق غذائي ولا محادثة، طبعا هو بحث أو تحقيق غذائي. برافوار دو لا فورس، الحصول على القوة. il faut manger beaucoup، يجب أن تأكل كثيرا، تشرب صودا، تتناول وجبات متوازنة، تأكل حلويات. طبعا بروندر دي ريبا إكيليبغي، يجب أن تتناول وجبات متوازنة. On trouve les vitamines C، نجد فيتامين C دون les produits laitiers، يعني منتجات الألبان، la viande اللحوم، les poissons gazeuses المنتجات الغازية، les fruits الفاكهة، surtout l'orange خاصة البرتقال، دكور الفاكهة وخاصة البرتقال، فيتامين C. On peut prendre le déjeuner، نستطيع أن نتناول الغداء، أدوزير الساعة 12، الساعة 8 مساء، أمينوي منتصف الليل، لوماتاتو تريتو صباح باكرا. لو ريبا إكيليبغي، الوجبة المتوازنة، دو كومبروندر، يجب أن تشتمل فاكهة فقط، كثير من الفيتامينات، بروتين فقط، كثير من الحلويات، طبعا كثيرا من الفيتامينات. Pour être en forme، il faut، لكي تكون في لياقتك، prendre un repas par jour، تناول وجبة يوميا. Cessez de faire de sport، توقف عن ممارسة الرياضة. Manger à des heures régulières، كل في ساعات محددة، اشرب كثيرا من الصودا. Justine بتقول Allô Marianne، Je suis devant la maison، أنا أمام المنزل. Tu n'es pas prête، ألست جاهزة. Marianne قالت لها Je suis dans ma chambre، أنا في غرفتي. Je me prépare، أنا بجهز أهو. Attends، انتظري. Je prends mon sac de sport، سأخذ حقيبتي الرياضية. Et mon maillot،
وزير رياضي et je descends وانزل. Maria descend puis remonte. يعني ماريا تصعد وتنزل. Justine قالت لها Maria, qu'est-ce que tu fais ماذا تفعلين؟ Marianne قالت لها attends, je vais chercher une serviette dans la salle de bain. يعني انا ببحث عن فوطة في غرفة في الحمام. إجري وسأصل. Justine قالت لها oh, ah la la. Tu es le champion de retard. أنت بطلة التأخير. دبشتوا أسرعي قليلا. On va arriver en retard. سنصل متأخرا. À l'entraînement et la تدريب. Et l'entraîné ne va pas être content. والمدرب مش هيكون مسرور. Après l'entraînement, بعد التدريب de basket, بعد التدريب الباسكت, Marianne بتقول moi j'ai rendez-vous avec Nathalie à 18h. أنا عندي معاد مع ناتالي في الساعة السادسة. Tu veux venir؟ تريدي أن تأتي؟ قالت لها non. Je dois aller chez mes grands-parents. يجب أن أذهب عند parents و grands-parents و جداية. On va fêter l'anniversaire de ma grand-mère. سنحتفل بعيد ميلاد جدتي. Dans la soirée في السهرة. Dis-lui, قولي لهم bon anniversaire de ma part. من طرف يعني. ماريان رينكونتر ناتالي لسواغ. طبعا هي قابلتها في المساء. دي طبعا جملة خاطئة لأن هي بتقول لها هنا إن هما بعد ما خلصوا التدريب كان لسه عندها معاد. فالجملة خاطئة طبعا. Après l'entraînement, بعد التدريب, Justine va aller chez Nathalie. Justine يجب أن تذهب إلى ناتالي. طبعا ماريا هي اللي عندها معاد مع ناتالي. في الجملة هنا خاطئة. Justine et Marianne vont arriver au club en retard. حيصلوا النادي متأخرا. دي صحيحة. Justine attend Marianne devant la maison. يعني جوستين بتنتظر ماريا أمام المنزل. سفري طبعا. دي صحيحة. جوستين وماريا براتيكان سبور اكستريم بيمارسوا رياضة عنيفة. دي خاطئة. Si Marianne est en retard, l'entraîné est mécontent. لو ماريا اتأخرت المدرب حيبقى غير مسرور. دي جملة صحيحة طبعا. في المواقف هنا vous cherchez de l'eau, أنت تبحث عن المياه المعدنية. Vous dites à votre mère, أنت بتقول لوالدتك je faim, أنا جعان, ولا je peur, أنا عطشان, ولا je sois, أنا عطشان. هنا خايف, هنا عطشان طبعا, هنا بشعر بالبرد, يبقى je sois. Vous n'êtes pas en forme, أنت مش في الفورمة. Vous dites, أنت بتقول je suis en bonne santé, أنا في صحة جيدة. Je mal à la tête, أنا عندي ألم في الرأس. Je ne veux pas mal, أنا لست على, يعني أنا ما عنديش ألم يعني. Je vais très bien, أنا بخير. Vous demandez, أنت بتسأل بقى عن سعر التفاح. هو بيقول التفاح بيكون لذيذ, أنا عندي تفاح أحمر. كيلو البرتقال بعشر جنيه, هذا يتكلف 20 جنيه مصري. طبعا دي هي بتكلف 20 جنيه لأن ده البرتقال طبعا. Vous proposez à votre ami, أنت بتقترح على صديقة de sortir الخروج. Vous dites, أنت بتقول آسف j'ai du travail, أنا عندي شغل. Comment vas-tu, كيف حالك. Ça vous dit d'aller au club, ما رأيك الذهاب إلى النادي. هي دي الجملة اللي هتبقى صحيحة. Où vas-tu, أين تذهب. طبعا الاقتراح لابد افتكر كويس قوي بجمل الاقتراح اللي كنا بناخدها مع بعض, سواء سا فودي دو او سا تي دي, بالاضافه طبعا لجمل الاقتراح, سواء انا بعرض عليه الاقتراح بالطرق اللي احنا خدناها في الوحده الاولى. فودي موندي افوتر مي, انت بتسال صديقه صنفي عن رايه. سور لو تنس, عن التنس. فوديت, انت بتقول Comment tu trouves le tennis? كيف تجد التنس؟ أين تمارس التنس؟ متى تمارس التنس؟ مع من تلعب تنس؟ Vous êtes au rayon, أنت في قسم منتجات البحر. وديت, أنت بتقول أنا عايز فراخ, أنا عايز زبادي, أنا عايز زبدة, أنا عايز طبعا كريفات اللي هو الجمبري دي اللي أنا هاخدها. Le serveur
اللي هو الخادم أو الجرسون vous demande بيسألك quel poisson vous préférez quel poisson أي مشروب أنت تفضل لحمة مكرونة سمك عصير برتقال بحافظ عصير برتقال vous donnez votre opinion أنت تعطي رأيك sur la campagne عن الريف vous dites il y a des animaux يوجد حيوانات المدينة مملة أنا بسكن في الريف سي مانيفيك إنه رائع vous avez faim أنت جوعان vous dites à votre mère أنت بتقول لوالدتك je veux boire أريد أن أشرب je veux manger أريد أن أكل il fait trop chaud الجو حار جدا je dois porter un manteau يجب أن أرتدي معطف طبعا je veux manger vous demandez à votre ami أنت بتسأل صديقك pourquoi il préfère l'avion لماذا يفضل الطائرة LD parce que c'est rapide لأنها سريعة parce que c'est trop cher لأنها غالية جدا parce que c'est long لأنها بطيئة parce que je peux en avion لأني بخاف في الطائرة طبعا سريعة الجملة في الجرامير بتقول moi du jus s'il vous plaît عشان كلمة s'il vous plaît هنا يبقى هختار فعل مصرف مع الضمير vous لان ده امر في اول الجملة يبقى اخره z mes parents je veux leur téléphoner ce soir طبعا هنا فيرب تليفوني يتصل وده بياخد حرف جر الاتصال هيعود على عاقل والعاقل هنا جمع اللي هي mes parents هناخد leur هنا في الصفحة دي عندنا كلمة entrenez مدربة مدربة مؤنث ولكن بدأت بحرف متحرك يبقى هبعد عن ما وتوصى دول جمع طبعا هبعد عنه رجاء بقى صغير كده عشان انا بنساه معلش اما تكتب لي ملحوظة عن جملة يعني مثلا جملة مثلا ممكن انا اكون سهوا حليتها خطأ او قصدا انا حليتها بطريقة او شرحتها واخترت اختيار تاني حدد لي الصفحة ورقم الجملة بلاش حكاية الجملة رقم كذا معرفش في امتحان ايه مش هدور عليها دايما حددها بالظبط عشان تبقى سهلة الوصول بالنسبة لي ممكن بقى صديقي النوم با جودو ما بيحبش الجودو لان انا عارف فيرب ايمي طالما هو موجود في الجملة لوحده يبقى بياخد دايما اداة معرفة ما فيش فعل تاني مؤثر معاه يضاف اليهم افعال الميولي اللي هي ادوري وديتستي وبريفيري جني دون مون ساك انا ما عنديش حاجه في شنطتي حاجه شيئا مش هقول له ما عنديش حد في الشنطه بتاعتي ولا ما عنديش ابدا في شنطتي وانا ما عنديش في شنطتي طيب الجمله هنا في جامي وبا ناقصه مفعول به ما سور فا شي سا كوبين يعني اختي سوف تذهب عند صديقتها الي فا سوف تذهب عندها لأن فيرب آلي عامة بياخد إجريج على طول أي عاقل مصبوب بشيء أو مكان مصبوب بأي حرف جر غير الدو ياخد إجريج أو غير عاقل عامة فوني فيت با دي سبور ألا تمارس الرياضة قال له نو في زو دو روبي إحنا بنمارس الروبي نو فو زو فو زو دو روبي طيب شايف هنا على طول أكدنا هناخد سي لأن الجملة هنا منفية hier ams mes parents bassé هتلاحظ ان كلمه بصي مش واخده تبعيه بعدها مفعول مباشر ففي الحاله دي تسبق بافوار ولا تسبق باتر لان هنا معناها يقضي داكور لا سومين بروشين الاسبوع المقبل اليكس سون فرير اليكس واخوه فون فيزيتاد لان هنا بروشين وبروشين بتدل على المستقبل طبعا انتوا عارفين يبقى هتكون من الي زائد ايه مصدر فعل يبقى هنا هناخد على طول عندنا الي مصرفه مع ضمير الى بيك اس اليكس واخوي يبقى بون جي بارتيسيب على بريباراسيون جي بارتيسيب على بريباراسيون بريباراسيون يعني ايه يعني في تجهيزات الحفل كلمه مؤنث كلمه بريباراسيون هنا بيقول لك كونت يا لي على فيديو اليكس متى ذهبت الى حفله اليكس هقول له جو سويز علي على فات اير انا ذهبت امس مع مين جو سويز علي اكرر نفس الجمله جو سويز علي افيك مون كوبا مع صديق تي دي جوزي ان كوا انت تنكرت بايه يبقى جو سوي دي جوزي اون ميدسان انا تنكرت في طبيب
طبعا هنا بارلي دو فوتر سبور بريفيري تحدث عن رياضتك المفضله. احنا قلنا المواضيع كلها موجوده على جروب التليجرام باكثر من طريقه، واحنا كاتبين لك 36 موضوع فيهم كل المواضيع دي، بعمل تغييرات خفيفه جدا فيهم عشان اوصل للمطلوب. هنا تحدث عن وسائل المواصلات، برضو نفس الموضوع موجود عندكم في جروب، عندكم 36 موضوع، اتمنى ان انتوا تشوفوهم وتستمتعوا بيهم تقروهم كويس. امتحان رقم 49 بيقول عندنا اجوردوي النهاردة سيلو فوندور دي، ده كان من ليو الى جوليان بيقول له فير لي كورس، بيحكي له عن التسوق، بيحكي له عن ايه التسوق. سالي مرحبا، اجوردوي سيلو فوندور دي، سيلو فوندور دي انه الجمعة جي في لي زاشون دو لا سومان، انا بعمل مشتروات او بتسوق للاسبوع مكان والدتي باسكو الي مالاد لانها مريضه. جي برون لوبيس، انا باخد الاوتوبيس وبنزل في موقف وسط المدينه. جو في على ايبيسري، انا بروح للبقال بوغ اشيتير دو فرماج، لشراء جبنه دو يا اورو زبادي وبيض. جي باس على بوشيري، انا بروح للبوشيري الجزار بور اشيتير دو لا فيوند، لشراء لحم. Ensuite, بعد ذلك, je vais à la poisson, poissonnerie, بروح للسمك أو محل الأسماك, pour acheter des petits boissons, لشراء أسماك صغيرة, pour notre chat, لقطتنا. Après, بعد ذلك, je vais à la pharmacie, أنا بذهب إلى الصيدلية, pour acheter, لشراء, pour acheter les médicaments, لشراء دواء الجدي. Puis, بعد ذلك, je vais chez mon oncle, بذهب عند عمي بيير بور اشيتور دي بانان لشراء موز وبرتقال. انفو اخيرا جو برون اون تاكسي، انا باخد تاكسي بور اونتري على ميزون للعوده الى المنزل. جي دوموند مون امي، انا بسال بسال صديقي فينسون دي مي اكومبونيير الى اكسيبت، يعني بس بطلب من صديقي فينسون وبيقبل طبعا ان هو يجي معايا. ابليس ليو سيكوندر دي، هذه الجمعه ليو في ليزاشون avec son ami، عامل تسوق مع صديقه طبعا لانه بيساله وبيجي معاه طبعا بيقبل. ليو اشيت دو برودوي ليتير، هو اشترى منتجات الالبان من البقال طبعا. لونكل دو بيير، عم بيير ده فكهاني طبعا، فوندي دو فروي، بيبيع فاكهه. ليو اشيت دو بواسون، اشترى سمك للقط بتاعه son chat. Lui rentre à la maison, عاد الى المنزل en taxi، في التاكسي طبعا. En taxi. قبل ان يذهب الى الجزار، ليو عد على ايه طبعا، هو قبل الجزار اشترى سمك. لا، راح للبيسي للبقال. للبقال قبل الجزار اشترى داكور، جو في على بيسري داكور. أو preferez-vous passer le week-end، يعني أين تفضل قضاء عطلة نهاية الأسبوع؟ اقرأ هذه المقتطفات دي فوريم دوليسي من منتدى المدرسة سان فيكتور مارسيل. كوم دابيتود، عادة جو باس لو سامدي، أنا بقضي يوم السبت لو دومونج والحد شي مون أونكل على كومبان، عند عمي فريف. Je me lève très tôt. أنا بستيقظ مبكرا جدا pour prendre le train pour Lyon. لأخذ القطار لليون. Je joue avec mes copains. أنا بلعب مع أصدقائي dans les champs في الحقول أو dans la ferme أو في المزرعة avec les animaux مع الحيوانات. À la campagne, في الريف. J'aide mon oncle. أنا بساعد عمي à cultiver les champs في زراعة الحقول. ده أليكس طبعا. Je passe le week-end. أنا بقضي عطلة نهاية الأسبوع entre la maison، بين المنزل إلى بيبليوتيك والمكتبة. J'aime jouer à des jeux vidéo. أنا بحب ألعب ألعاب فيديو. Et naviguer sur internet، وتصفح على الإنترنت. La lecture، القراءة، c'est ma passion، تكون هوايتي. J'adore les romans. أنا بعشق الروايات البوليسية. Le week-end prochain، في عطلة نهاية الأسبوع القادمة. Je vais aller à la mer. أنا سوف أذهب إلى البحر. Avec mon cousin، مع ابن عمي جان. Il fait très bien de la natation. هو يمارس جيدا جدا السباحة. إن شاء الله.
Le VTT, c'est ma passion. هوايتي ركوب الدراجات. Je participe à des courses de vélo au club. أنا بمارس سباقات للدراجات في النادي. Je reçois le premier prix. أنا بتسلم الجائزة الأولى. Je fais l'escalade avec le copain. وأمارس التسلق مع الأصدقاء. Copain, mais en été seulement. لكن إنه في الصيف فقط. ده كان مين؟ كانت ماريا. ماريا بندول ويكوند أثناء عطلة نهاية الأسبوع جمعة. لا أنا أحب الذهاب عن فيل إلى المدينة عن فواتير في السيارة أفيك مي كوبان كوبان يفير لي كورس وممارسة التسوق. ده كانت مارتين. هؤلاء الشباب بيصفوا أحيائهم السكنية. دي غلط طبعا. أهي طيب مارتين بتقضي سي دو جور دو كونجي على كومبانيا. بتقضي يومينها بتوع الاجازه في الريف. غلط. هي بتحب تروح المدينه. ماريه ام بوكو فيغ دي فيلو. يعني ماريه بتحب ممارسه الدراجات. دي صحيحه. اليكس بيذهب عند عمه كل صيف. اليكس طبعا بيقول كالعادة أنا بروح كل أسبوع. في الجملة هنا خاطئة. شارل في دو لا ناتاسيون. يمارس السباحة افيك سون كوزان مع ابن عمه. طبعا هو بيقول أنا بذهب إلى البحر مع ابن عمي وهو بيمارس الداكو. ده شارل. أليكس بيذهب إلى الريف أن أوتوكار في الحافلة. غلط طبعا لأنه بيذهب بالقطار. Vous demandez à votre ami, tu as dit, quel sport, أي رياضة مائية هو يمارس؟ طبعا اسكالات تسلق الجبال الرافتنج زوارق المطاطية بتونك كرة حديدية دلتا بلان طبعا كرة السرعة الطيران الشراعي. Vous invitez, أنت بتدعو صديق لزيارة الريف وهو يتردد. هو حيقول جي ترو دو دوفوار. عندي واجبات كتير. جي نو سو با ليبر. أنا مش فاضي. وي نعم فكرة جيدة ولا أنا صح لسه هطلب من ماما. يعني هسأل ماما. هو عنده موافقة بس لسه. أنا مي شاغشا. صديق بيبحث دويتر عن محار في السوبر ماركت. فأنت بتقول له اسهب إلى قسم النشويات الحبوب. اذهب لقسم اللحوم منتجات الالبان. اذهب لقسم منتجات البحر. ودي اللي انا هاخدها. اين سير اخت فو دي موند فوتر سير اختك بتسالك بوركوا اون اوتيليز لا بول دو فير في اي شيء او لماذا نستخدم الكره الحديديه عشان نلعب البادمنتون ولا عشان نشارك في البيتونك. طبعا البيتونك هي الخاص بالكره الحديديه تنس وفوتبول طبعا. لا Vous avez un rendez-vous, tu as un rendez-vous à 18h, à 7h. Et c'est à l'heure où tu es 4h. Je suis à l'heure, je suis en rendez-vous, ou j'ai un rendez-vous, j'ai un rendez-vous à 4h, ou je suis en retard, ou je suis en avance, je suis en avance. Vous savez faire la cuisine, انت بتعرف تطبخ. Vous dites, انت بتقول je fais du bon recette. انا بعمل وجبات لذيذة وجيدة. انا شاره, انا بحب الاكل يعني. انا بعرفش اطبخ. انا بطلب اطباقي او وجباتي باغ تليفون بالتليفون. Vous demandez à votre ami, انت بتسأل صديقك comment il va à l'étranger, كيف يذهب الى الخارج. Il dit, هو بيقول en bus ou l'autobus. ولا أنا فيون أو أن باتو بالطائرة أو المركب. ولا أنا بحب الذهاب إلى الخارج ولا بالأقدام أو على الدراجة. فوتر مي صديقك فو ديموند بيسألك سو كيليا ماذا يوجد في الصوبة. كل أنواع الأسماك خرفان الخضروات المتنوعة منتجات الألبان. الجملة اللي بعدها لونتريني المدرب دون ان كونسي يعطي نصيحة للاعبين فبيقول لهم اتدربوا جيدا ما تمرروش الكرة ولا انتوا بتكونوا لاعبين والكرة القدم بتكون رياضة. فودي مونداي انت بتسأل ابو ترامي بتسأل صديقك اين الفرخة بتعيش في الاستابل في مزرعة العنب في البرجري لمزرعة الاغنام او حظيرة الاغنام ولا في العشة طبعا. فأول جملة في الجرامير بنقوله عندنا هنا عالي ديتيست اللي تاش مناجير هو بيكره المهام المنزلية.
وهو ما بيرتبش سريره أبدا. جامي. المعاني التانية مش مقبولة. بيرسون وريع. عندنا ميكوبا أصدقائي بيكونوا مرضى. جيفي باساشي. أما تلاقي حرف جر هيجي بعده ضمير خد دايما ضمار توكيد اللي هي ما تدعى بالضمار البارز. هنا أصدقاء جمع مذكر يبقى هناخد أ. هير سوار أمس مساء دينا ريتاردا. دينا طبعا سيكوشي أنا ريتاردا نامت متأخر لأن ده ماضي مركب طبعا. الفيلم فا كومونسي الفيلم سوف يبدأ في خلال 10 دقائق عشان دون زائد فترة زمنية فخدنا طبعا فا. الجملة اللي بعدها إليم جوي دي بيانو. طبعا فيرب جوي بياخد حروف جر أو حرف جر دو مع الأدوات الموسيقية. كومونس الإكزامان دو جيوغرافي متى يبدأ امتحان الجغرافيا أو في أي ساعة يبقى أكولار. مبارو والدي بيأكلوا قليلا دو لأن ظرف كمية ياخدوا بعض. لشوفال الحصان اي بلو غابيد دو بيكون أسرع من البقرة. طبعا هنا المقارنة مقارنة صفة فهاخد حاجة لا فيها دو ولا بعدها كو. ليزانيمو الحيوانات بتعيش دون سات فير. ما كلمة فير معناها مزرعة واحنا قلنا ان في الكلمات اللي بتنتهي بام او مؤنث مع بعض الكلمات البسيطة ولها طبعا فيديو صغير كده نعمله لكم زي مثلا كلمة ام رجل ليجيم خضار انفو بريم الى اخره. نيكوش باتارد لا تنام متأخرا يبقى تو لان الامر هنا للضمير تي. طبعا تي فاو لوسوار اين تذهب في المساء يبقى هقول جي في او سينما لوسوار مع مين يبقى جي في افيك مون امي. كاسكو تي فا بورتير ماذا سوف ترتدي جي في بورت ان تيشيرت ام بانتالو او ان جان. المواضيع طبعا ماذا تحب ان تتناول في الفطار احكي لنا الفطار بتاعك شكله ايه الوجبات بتاعتك والفطارك شكله ايه وبتتناوله امتى وفي ايه مكوناته. بتساعد والدتك في ترتيب المنزل ها المهام المنزلية. موضوع المهام المنزلية هكتبه هو موجود عندكم على التليجرام. مرسي بورفو وبالتوفيق.